تنظم اليوم فعاليات ندوة السفراء تحت عنوان التوجه الدبلوماسي التونسي في مرحلة ما بعد الثورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الدار. أولا تهنئة الحارة لكل الذين سيمثلون بلدنا في البلدان الشقيقة والصديقة، وبطبيعة الحال هذه فرصة ذهبية بالنسبة لي لإعادة بعض الأفكار الرئيسية إلى الساحة وللتأكيد على نقط في غاية الأهمية. السؤال: ما الذي تغير في الدبلوماسية التونسية بعد 14 جانفي؟ الكثير والكثير. هذا التغيير يشمل الشكل ثم المضمون. الشكل: نحن نريد دبلوماسية مهنية. نحن لا نريد دبلوماسية تفرض من فوق من طرف النظام السياسي وتكون أداة لهذا النظام السياسي وتصلح لرسكلة هذا وذاك من النظام السياسي. نحن نريد دبلوماسية مهنية، دبلوماسيين مهنيين يقومون بمهنتهم كدبلوماسيين، يخدمون الوطن، يخدمون تونس، وليسوا لا في خدمة حزب ولا في خدمة نظام ولا في خدمة شخص. المهنية فالمهنية ثم المهنية. نحن نريد أيضا دبلوماسية تعمل في إطار الشفافية في الخيار. نحن لا نريد دبلوماسية محاباة، لا نريد دبلوماسية محسوبية، لا نريد دبلوماسية حكر على منطقة، على جهة، على طبقة، على مدينة، على قرية، على أصدقاء. نحن نريد دبلوماسية تكون فيها قواعد الخيار، الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة. هذا هو الشكل للدبلوماسية التي نريدها، ونحن بطبيعة الحال سنبدأ من تحت الصفر. نحن سنبدأ من دبلوماسية كل الأنظمة السياسية التي تعاقبت على هذه البلاد حاولت أن تجعل منها مخلب القط، حاولت أن تجعل منها أداة لخدمة الأغراض الشخصية والحزبية، حاولت أن تجعل منها حكراً على أرستقراطية معينة، حاولت، وهذه المحاولات تركت آثاراً عميقة في هذا السلك الذي نعتبره من أهم أسلاك الدولة. هذا فيما يخص الشكل. هذا فيما يخص التوجه العام، المهنية والشفافية والمبدأ الكفاءة قبل الولاء. إذا كان هناك ميدان يجب أن يبدأ في هذا المبدأ وأن يفرض نفسه فهو ميدان العلاقات الخارجية، لأنكم تعلمون كما أعلم كما نعلم جميعا أن هذه العلاقات الخارجية أو هذه السياسة الخارجية هي تواصل للسياسة الداخلية وانعكاساتها على السياسة الداخلية بطبيعة الحال لا تحصى ولا تعد، بحيث يمكن القول أن في آخر المطاف هل هناك سياسة خارجية؟ ربما هناك تواصل السياسة الداخلية في الخارج. الآن فيما يخص التوجهات الاستراتيجية لهذه الدبلوماسية كما أراها على الأقل، التاريخ والجغرافيا أهدانا التاريخ وأهدتنا الجغرافيا مكاناً يجعلنا في تقاطع فضاءات ثلاث: الفضاء الأورو متوسطي والفضاء المغاربي والفضاء الإفريقي. لحد الآن لم نهتم إلا بالفضاء الأورو متوسطي، وهذا شيء طبيعي بما أنه 80% من معاملاتنا موجودة في ذلك مع ذلك الفضاء، لأن هناك ما يقارب من مليون تونسي موجودون في هذا الفضاء، وبالتالي فمن الطبيعي أن نتواجد أو أن نركز علاقاتنا الدبلوماسية على هذا الفضاء. الظروف الموضوعية تفرض علينا التواصل، تعميق علاقاتنا بهذا الفضاء الأورو متوسطي، خاصة في إطار 5+5، خاصة في إطار ربما منظومة جديدة التي تحدث عنها البعض، الاتحاد المتوسطي. في إطار جملة من العلاقات نحن مطالبون بمواصلة توثيق علاقاتنا بهذا الفضاء، لكن هناك الفضاء الثاني الذي أهملناه وأهملنا، هو الفضاء المغاربي. لا نعود هنا إلى كل الكلام المبتذل والمعروف حول أن عدم وجود هذا الفضاء يفقد تونس 2%، لا، كل هذا الكلام المبتذل معهود لن أردده، لأن الموضوع الآن هو موضوع عملي. كيف يعني هذا كل هذا الوقت الضائع يعني نتداركه؟
تونس الآن مقرة العزم على أن تكون قاطرة هذا التغيير، وبالتالي فإن الدبلوماسية التونسية الآن تعتبر هدفاً من أهدافها الرئيسية بناء هذا الاتحاد المغاربي. الأمر لن يكون سهلاً كما تعلمون، ولكننا مصممون العزم على أن نمضي فيه قدماً. الفضاء المغاربي بطبيعة الحال، الفضاء المغاربي يعني أيضاً بصفة أوسع الفضاء العربي الإسلامي، نحن جزء من هذا الفضاء العربي الإسلامي، وسنركز أيضاً كل جهودنا أيضاً على تنميته. الفضاء الإفريقي الذي أهمل تماماً في إطار الجهل المركب في العقد النفسية، في إطار يعني الاحتقار، في إطار كل هذا، هذا الفضاء أهمل إلى درجة أن اليوم من يسمى في هذا الفضاء يعتبر ذلك عقاباً. سأسعى بكل قوايا إلى أن أجعل من وجود السفراء في الفضاء الإفريقي شرفاً، وأنا أحسن ما ستكون من قوى في الدبلوماسية التونسية سيتهافتون في السنوات المقبلة على أن يسموا في إفريقيا. لماذا؟ لأن هذه القارة تمد إلينا ذراعيها، لأن هذه القارة تنتظر منا الكثير، لأننا نستطيع أن نكون نحن من يعطون وليس دائما من يأخذون، لأننا نستطيع أن نعطي لبلادنا كل فرص الإشعاع الاقتصادي والسياسي والثقافي. نحن لن نشع على أوروبا، لكننا نستطيع أن نشع على أفريقيا، وبالتالي فإن هناك تغيير في العقليات يجب أن تتوقعوه، وهو أن أحسن من سيكونون في خدمة هذه الدولة سيطلب منهم في وقت من الأوقات أن يذهبوا فاتحين لهذا الفضاء الإفريقي، فاتحين بأتم معنى الكلمة، بالمعنى الاقتصادي السياسي الثقافي. سيكون هناك إذن توجه نحو أفريقيا، خاصة وأنها سيداتي وسادتي هو هذا الفضاء الذي ستتزاحم عليه العمالقة، ووجود الصينيين اليوم في هذا الفضاء بقوة وغيرة الأوروبيين من وجود الصينيين، كل هذا يعطي علامات أين ستكون الثروة وأين ستكون الفضاءات الاقتصادية وأين ستكون الفضاءات الثقافية. وتونس كتونس وكجزء من الفضاء المغاربي ستلعب دورا وستأخذ نصيبها. بطبيعة الحال ليس بمنطق الإمبريالية، فنحن لحسن الحظ لسنا دولة يمكن أن تدعي مثل هذا الشيء، ولكن لأن مصالحنا الاستراتيجية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية تنمية لغتنا إلى آخره تتطلب منا أن نوجد في إفريقيا بكيفية مكثفة. بطبيعة الحال هناك فضاءان أيضا لا يمكن أن نتناساهما، الفضاء الآسيوي والفضاء اللاتينو الأمريكي. الفضاء الآسيوي هناك دول كبرى في آسيا، إندونيسيا وماليزيا على الأقل، يجب أن نربط بهما أحسن العلاقات، فلهما تجربة التخلص من الدكتاتورية والتخلص من الفساد وبناء اقتصاد فعال يمكن أن نتعلم منهما الكثير. وهناك الفضاء اللاتينو أمريكي أيضا الذي أغفلناه عن جهل، عن عدم اهتمام. هذا الفضاء اللاتينو أمريكي الذي بدأنا ندخله بنوع من الحشمة، ولكن أعتقد أنه أيضا سيأتي في بعد يعني كل هذه الفضاءات سيأتي سيكون أيضا فضاء يعني نتعامل معه بكل أهمية. وأعلمكم أن في آخر يعني في أول قمة مع زعماء أمريكا اللاتينية بدأنا نربط هذه العلاقات الوثيقة شيئا فشيئا، وأنه من الممكن أن السيدة رئيسة جمهورية البرازيل ستشرفنا بزيارة في هذه السنة، ربما في الذكرى الثانية للثورة، علما وأننا سنفعل كل ما في وسعنا على التعامل مع هذه الدولة، لأننا عندنا الكثير ما نتعلم منها في خصوص محاربة الفقر. والفقر محاربة الفقر ستكون أولوية من أولويات هذا النظام أو الذي سيليه أو الذي سيسليه، لأن الثورة لم تقم إلا على أساس محاربة هذا الفقر. هذه هي الخطة الاستراتيجية يعني لمستقبل الدبلوماسية في تونس شكلا ومضمونا. بطبيعة الحال نحن سنواصل يعني تحمل مسؤولياتنا الدائمة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، في البحث عن سلام عادل في مالي، سلام يأخذ بعين الاعتبار وجود أقلية أمازيغية عربية يجب أن يكون لها الحق في التواجد، لكن داخل الدولة المالية في إطار الحدود الدولية المعروفة.
والشيء الذي سيمكننا من عزل هذه المجموعة عن المجموعات الإرهابية التي تشكل خطراً على المنطقة وعلى بلدنا أيضاً، حيث لا ننسى أن من الممكن أن يكون هناك ترابط قوي بين هذه المجموعات الإرهابية وبين ما يعد لبلادنا لا قدر الله من استهداف إرهابي، لأن تونس الآن للأسف الشديد دخلت في منطقة الزوابع، دخلت في منطقة الزوابع. بطبيعة الحال نحن أيضا سنكون دائما وابدا في خدمة القضايا الكبرى، قضية السلام، قضية التنمية العادلة، قضية البحث عن نموذج آخر للتنمية غير النموذج الليبرالي المتوحش أو على الأقل بجانبه، لم نستطع الخروج من هذه المنظومة الاقتصادية. نحن سنسعى أيضا للدفاع عن الحريات وعن حقوق الإنسان، لن نكون أبدا الشعب والحكومة التي هي في قفص الاتهام، نحن سنكون من بين القوى التي ستسعى وستدعم هذه الحقوق وهذه الحريات في العالم أجمع في إطار إمكانياتنا بطبيعة الحال. إذن هذا هو الإطار العام، وهذه هي التوجهات الكبرى، وهذه هي التوجهات العامة بكل وضوح. وبطبيعة الحال كل هذا سيتطلب الوقت، بين عشية وضحاها لن نجعل من أداة أفسدت على أكثر من قرنين، على أكثر من عقدين، كاد يكون بطول قرنين، هذه الأداة التي تحتاجها تونس اليوم. تونس اليوم تحتاج في كل يعني في كل مستوى، مستوى الأمن، مستوى القضاء، مستوى الإعلام، مستوى السياسي، مستوى العلاقات الخارجية، تحتاج إلى أحسن أداة ممكنة حتى نتمكن من تلبية حاجيات شعبنا في التنمية، في الإشعاع، في التواجد بقوة في صف الأمم الشعوب المتقدمة. هذه الأداة التي هي أنتم، يجب أن نسعى جميعا، أنتم ونحن، طالما نحن في السلطة السياسية وطالما أنتم في هذا المكان، أن نسعى لكي نخلق من هذه الدبلوماسية التونسية أحسن أداة ممكنة لخدمة أهداف هذا الشعب. هذا هو الهدف الرئيسي، صقل هذه الأداة، صقلها، جعلها قابلة للتطوير، جعلها قابلة للتوسع، جعلها قابلة للعمل الناجح يوما بعد يوم، جعلها قابلة لأن تكون أداة في خدمة إشعاع تونس وتنميتها. وبطبيعة الحال هذا المجهود ليس مجهود شخص، هو مجهود مجموعة كاملة. أنا أستحث فيكم الضمير والوطنية، أستحث فيكم الضمير والوطنية، لأن بلادنا الآن في مفترق الطرق، هي تستطيع أن تذهب في الطريق الصحيح إن نحن تضافرج جهودنا كلها في هذا الإطار، وتستطيع لا قدر الله أن تذهب في الاتجاه الخاطئ مرة أخرى، وأنا ذاك ربما يجب انتظار 10، 20، 30 سنة أخرى حتى يتجدد تقاطع طريق جديد يمكن أن أحتاج أن أختار فيه الطريق الصحيح. لكن أنا على ثقة أن تونس الآن وهي على مفترق الطرق ستختار الطريق الصحيح، وأدعوكم أن تكونوا جزءا من هذا الطريق الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لسيادة الرئيس. والآن الكلمة للسيد وزير الشؤون الخارجية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، الإخوة كتاب الدولة، الإخوة والزملاء والزميلات رؤساء البعثات الدبلوماسية، الإخوة والأخوات إطارات وزارات الخارجية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة الحوارية، أستطيع أن أقول أنها حوارية، التي ترسم وتحدد معالم وتوجهات سياستنا الخارجية في المرحلة الجديدة التي تعيشها بلادنا. لا شك أن تونس تعيش اليوم مخاض تحولات كبيرة طالت مستويات متعددة ومست مختلف مكونات المشهد التونسي، سواء تعلق الأمر بالمشهد السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي أو كل ما له علاقة وصلة بمجال السياسة الخارجية. وهذه المتغيرات ناتجة عن حدث، وأستطيع أن أقول زلزال سياسي كبير، غير الكثير من المعطيات الداخلية وحتى من معطيات المشهد العربي الأوسع، أعني بذلك حدث الثورة التونسية المجيدة. ومما لا شك فيه أن مثل هذا الحدث لابد من أن يترك ارتسامات وتأثيرات واسعة النطاق على دبلوماسيتنا وعلى سياستنا الخارجية.
ويبقى التحدي القائم اليوم كيف نقيم توازن مضبوط وعقلاني بين ثوابت سياستنا الخارجية وبين المتغيرات التي أحدثتها الثورة. السياسة الخارجية لم تبدأ مع هذه الحكومة ولن تنتهي مع هذه الحكومة أيضاً، سياسة لها ثوابتها ولها مرتكزاتها ولها تقاليدها، ولكن لا شك أيضاً أن الثورة السياسية التي مرت بها بلادنا والتي عاشتها بلادنا والتي كانت لها تداعيات أيضاً وكان لها صدى في المحيط العربي الأوسع في عواصم عربية كثيرة بدءاً من ليبيا إلى مصر إلى اليمن إلى سوريا، لابد من أن تترك أيضاً تأثيرات وتغييرات على ملامح وتوجهات سياستنا الخارجية على الأقل من ناحية المتغيرات والآليات والتكتيكات، ولا أتحدث عن الثوابت والمرتكزات الأساسية الكبرى. سياستنا الخارجية تتأسس على جملة من المرتكزات التي بدأت مع استقلال الدولة التونسية، وهي مرتكزات تفرضها المعطيات الموضوعية للبلد، من ذلك موقعها الجغرافي، إمكانياتها الديمغرافية، مواردها البشرية، مواردها الطبيعية. كل هذه المعطيات الطبيعية لابد من أن تؤخذ بعين الاعتبار في مجال دبلوماسيتنا وسياستنا الخارجية. الحقيقة الموضوعية التي تقترب إلى البديهية والتي سبق للسيد رئيس الجمهورية أن أبرزها بصورة واضحة هي أن تونس بلد متعدد الأبعاد. تونس هي عبارة على مصهر تتداخل فيها حلقات جغرافية وحضارية وثقافية متعددة، وهي تنعكس حتى على مستوى الشخصية الفردية وعلى مستوى ما يمكن تسميته بالهوية التونسية. تونس البعد الأورو المتوسطي، بعد مكين وأساسي في طبيعة الجغرافيا السياسية التونسية، فضلاً عن اعتبارات المصالح ما يزيد عن 80% من مبادلاتنا التجارية مع الفضاء الأوروبي، ولكن تونس أيضاً بذات الدرجة هي مغاربية وعربية وإفريقية وإسلامية. كل هذه العناصر وكل هذه الأبعاد لابد من أن تنعكس وأن تترابط بصورة عقلانية متينة في مجال سياستنا الخارجية. ومثل ما ذكر السيد رئيس الجمهورية، ربما نحن ركزنا على بعد وحلقة وحيدة فقط هو البعد الأورو المتوسطي، وتجاهلنا لاعتبارات معلومة أو مجهولة لا أعلم على وجه الدقة الأبعاد والحلقات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالبعد المغاربي والبعد الإفريقي. الصورة ربما المترسخة في المخيال التونسي وفي حتى لدى النخبة التونسية أن إفريقيا هي نموذج للعوز والفقر والحاجة، بينما إفريقيا الحقيقية اليوم إفريقيا تتوفر على قدرات وإمكانيات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية أيضاً، وكل قوى العالم، القوى الدولية والقوى الإقليمية تتنافس اليوم على أخذ موطئ قدم في القارة الإفريقية السمراء. ولا يعقل لتونس التي اكتسبت تسميتها التاريخية أو التي أعطت التسمية التاريخية لإفريقيا، نحن التسمية التاريخية لتونس هي إفريقية، لا يعقل ولا يفهم أن تكون بعيدة عن الفضاء الإفريقي. فالبعد الإفريقي بعد أساسي وحيوي. البعد المغاربي أيضاً، البعد المغاربي تمليه اعتبارات الجغرافيا السياسية والمصالح والارتباطات الثقافية والتاريخية وطموحات أجيال، يعني أجيال بعد أجيال كان لديها طموح راسخ وثابت في أن ترى في يوم من الأيام مغرب عربي موحد متضامن ومتكامل. العناصر الأخرى أيضاً التي لابد من أن ننتبه إليها في مجال سياستنا الخارجية هو البعد الاقتصادي. في عالم اليوم لم تعد الدبلوماسية تقتصر على العمل الدبلوماسي التقليدي، على ربط العلاقات والصلات بالفاعلين السياسيين الرسميين فقط، ربط علاقات بالسفراء وبالمسؤولين الرسميين في الدولة، بل الدبلوماسية أصبحت متعددة الأبعاد والمناحي، وهذا ما يبرر ويفسر حديث الكثير من الخبراء والباحثين عما يسمى بالدبلوماسية الشعبية، ما يسمى بالدبلوماسية الناعمة، ما يسمى بالدبلوماسية الذكية. مستويات وتعبيرات مختلفة للدبلوماسية لابد من أن نأخذها بعين الاعتبار، وفي مقدمة ذلك الدبلوماسية الاقتصادية. لم يعد من مسؤوليات السفير أو القنصل أو القنصل العام أو الدبلوماسي أن يوثق الصلات السياسية بالفاعلين الرسميين فقط، بل أصبح مطلوبا منه أن يبحث عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية ويوثق الصلات برجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين.
كما أن البعد الشعبي أيضاً بعد أساسي ومهم في مجال الدبلوماسية على وجه العموم، بما في ذلك الدبلوماسية التونسية، خاصة وأننا نمتلك رصيد بشري أساسي ومهم. أعني بذلك وجود جالية تونسية تقدر تقريب بما يقرب أو بما رب حتى ما يزيد على 10% من مكونات المجتمع التونسي هم من الجاليات الموزعة في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في أوروبا. هذه الجاليات يمكن أن تلعب دور رئيسي وأن تمثل جسر للحوار وللتواصل ولتبادل المنافع بين الشعوب والأمم، وخاصة بين بلادنا والدول التي تستقر فيها هذه الجاليات. كذلك الثورة التونسية وفرت رصيد معنوي وأساسي ومهم بالنسبة لتونس، ما يمكن تسميته بالقوة الناعمة التونسية. الثورة التونسية حولت تونس، هذا البلد الصغير، يعني من تمركز حول النطاق المحلي التونسي إلى أخذ إشعاع إقليمي وعربي ودولي. صورة تونس بعد الثورة أصبحت مشعة وملهمة بسبب تداخل الجغرافيا السياسية في العالم العربي ومعناها التأثيرات السياسية المتبادلة، وهذا ما يبرر تحول الثورة التونسية من حدث محلي إلى حدث إقليمي كانت له تأثيرات واسعة النطاق على عموم الجوار العربي. فصورة تونس مشعة وملهمة في مختلف العواصم العالمية، رغم ما أصاب هذه الصورة من بعض الخدش هنا وهناك بسبب بعض الأحداث التي جرت في بلادنا، وأخص بالذكر هنا الحدث المؤسف والمقلق لنا جميعا، حدث اقتحام السفارة الأمريكية يوم 14 سبتمبر. كان حدث يمس الصورة المعنوية والرصيد المعنوي لتونس في الصميم، ولكن مع ذلك رغم كل هذه الصعوبات والهنات تبقى صورة تونس صورة إيجابية وملهمة، صورة بلد يعيش في مرحلة مخاض ثوري، بلد يعيش انتقال ديمقراطي. وكلكم يعرف أن عملية الانتقال الديمقراطي ليست بالأمر السهل واليسير، ترتبط بكثير من التعقيدات والتجاذبات السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، لأن طبيعة الثورات تعني الانتقال من وضع إلى وضع آخر، تفكيك مرتكزات النظام القديم وبناء مرتكزات النظام الجديد. وفي عملية الانتقال هذه لابد من أن تكون هناك صعوبات وتجاذبات، ومع ذلك أستطيع أن أقول وأجزم بأن تونس بحمد الله تجاوزت المرحلة الصعبة. ما زالت تنتظرنا مهام شاقة وكبيرة، ولكن العقبات الكبيرة تجاوزناها، وما تعيشه تونس اليوم يدخل ضمن نطاق ديناميكية الحياة. كانت تونس تتوفر على استقرار، ولكنه استقرار أشبه ما يكون بالموات، أشبه ما يكون بصمت القبور. ما نشهده اليوم من حركية وتدافع سياسي واقتصادي وثقافي وجدل واسع النطاق هو علامة من علامات الحياة وليس علامة على الموت. على كل حال لا أريد أن أطيل عليكم، فقط أريد أن أشدد على نقطة أساسية سبق للسيد رئيس الدولة أن ذكرها، وهو أن الدبلوماسية التونسية اليوم تنحو منحة المهنية. لأول مرة توجد معايير مقننة ومكتوبة وذات اتفاق بين مكونات رئيسية في وزارة الخارجية، تعتمد بالأساس على عناصر الخبرة والمهنية والكفاءة ونظافة اليد. هذه هي المعايير الأساسية وهذه المقاييس الأساسية التي سيتم اعتمادها في اختيار رؤساء البعثات وفي اختيار دبلوماسيين. نسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا في تحمل مسؤوليات وأعباء إدارة سياستنا الخارجية في هذه المرحلة الحساسة والمهمة من تاريخ بلادنا، وأنا أشكركم جزيلا على هذا الحضور، وعلى أمل أن تثار بعض النقاط وأن يثار نقاش يساهم في إضفاء مزيد من الحيوية على هذه الندوة الدبلوماسية، وشكرا لكم على هذا الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.